إعداد الحقيبة التدريبية. يتبادر إلى ذهن الكثيرين أن الحقيبة التدريبية هي عرض شرائح الباوربوين وبعض التمارين، بينما يتسع هذا المفهوم ليشمل ثلاثة عناصر: دليل المدرب أو Trainer's Manual، مذكرة المتدرب أو Trainee's Note، الأدوات التدريبية أو Training Tools. دليل المدرب وتشمل المخطط التمهيدي بدءا مما قبل الدورة، ثم مرشد المدرب، ثم أوراق التوزيع والتمارين إلى ما بعد الدورة. مذكرة المتدرب وتشمل التعليمات والمذكرة والتمارين والملحقات الخاصة بالدورة. الأدوات التدريبية وهي جميع الأدوات والوسائل التي يستخدمها المدرب، وقد توزع بعضها وقد لا توزع. لماذا أحتاج الحقيبة التدريبية؟ لكونها الإناء الذي يصب فيه المدرب كل ما يختص بدورته من أفكار وتحليل أهداف، لأنها تخدم المدرب في منهجية تدريب فعالة، وأخيرا لأنها ترفع الكفاءة التدريبية وتقلل من هامش الارتجالية في الأداء. من أين أبدأ؟ استخدم الأسئلة الخمسة: ماذا، لماذا، من، متى، أين. قم بتحليل الاحتياج الفعلي من التدريب أو الاحتياج المفترض. ضع مخطط مبسط قبل البدء بالإعداد. قم بمراجعة الأفكار والطرق التدريبية المحتملة. انظر في طريقة إعداد الأدوات للدورة. ما هو موضوع الحقيبة التدريبية؟ من المستهدفين بالحقيبة التدريبية وما هي خبراتهم السابقة؟ ما الوقت المحدد للتدريب باستخدام الحقيبة التدريبية؟ ما الأساليب التدريبية المستخدمة؟ ما النموذج المطلوب اتباعه في التصميم؟ كان معكم زكي فراج في تصميم الحقائب التدريبية الجزء الأول.